السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معايا حاتم غنيم، طالب في إعدادي كفر الشيخ دلوقتي، خريج مدرسة متفوقين للعلوم والتكنولوجيا أو ستيم كفر الشيخ. إن شاء الله هنشتغل مع بعض في السلسلة دي، أو يعني في الكام فيديو القصيرين اللي جايين دول، عن بعض الحاجات اللي هي لها علاقة بمنهج الفيزياء، سواء في تالتة ثانوي عام أو في ثانوي ستيم. في بعض الحاجات اللي هنشرحها إن شاء الله، يعني آمل إنها تساعدكم إن شاء الله في اللي جاي. يا ريت بعد ما تسمعوا الفيديوهات تدونا رأيكم، أي حاجة انتوا عايزين نشرحها ممكن تكتبوها في الكومنتس أو على اليوتيوب، وأنا هشوفها إن شاء الله وأحاول إن أنا أعملها.